في الاول مش عارف احضرتك. مصطفى خلف محاصر بالنقل العام فرع امبابي. طب نقول بقى التطورات في ما زال الاضراب مستمر. ما زال الاضراب مستمر وتم الخروج الاحد الماضي الى مجلس الوزراء وتم اجراء تحديد موعد تفاوض ما بين مجلس الشعب ورئاسة الوزراء وغدا تستمر التجمع العمالي يستمر التجمع العمالي بالهتافات لانه التفاوض يوم الاثنين بامر الله ان شاء الله. تعرف حضرتك تاج الدين السيد ان شاء الله عامل في هيئه النقل العام ان شاء الله وبنطلب يعني من ربنا ان شاء الله ينصرنا ويحقق لنا مطالبنا. بكره ناويين على ايه ان شاء الله؟ يعني بيقولوا ان شاء الله احنا مع بعض نتجمع مع بعض نروح دراسه الوزراء يعني اعتصام جماعي عند مجلس الشعب ان شاء الله. عيد محمد السيد سواق بفرع امبابي. تمام. نقول بقى رايك في اتوبيسات الجيش اللي نزلت؟ والله احنا فرحنا جدا ان هم ينزلوا عشان الشعب الغلبان، واحنا بنأسف للشعب بس مش احنا اللي عاملين الاضراب، احنا ضد الاضراب، لكن المسؤولين فوق عشان يدونا حقوقنا قالوا لازم تقفوا عشان تاخدوا حقوقكم. يعني هم اجبروك على الاضراب؟ اجبرونا على الاضراب. بسم الله الرحمن الرحيم. في حرب محمد نقول بكره ان شاء الله بكره احنا رايحين بكره وهنعتصم بكره وبيتين عشان نمشي لما نجيب حقنا. يعني انتوا اعتصام مفتوح قدام مجلس؟ اعتصام مفتوح لحد مطالبنا لما تتنفذ. الناس دي متجاهلنا ليه؟ لحد البت في الموضوع يوم الاثنين. هم اللي اضطرونا على كده مش احنا، هم اللي اضطرونا على كده. طب يوسف خلف نقول بقى يعني الاعتصام مفتوح لحين استجابه لمطالبنا. احنا مش طالبين شيء تجيل، احنا عايزين بس انضمامنا لمجلس الوزراء. لو ده مش مضلع احنا بنناشد الدكتور كمال الجنزوري هو اللي يحل المشكله دي. طبعا هو الدكتور كمال الجنزوري واخد صلاحيه رئيس الجمهوريه، فطبعا طالما واخد صلاحيه رئيس الجمهوريه ليه يدمر 45,000 عامل؟ احنا مستنينا، هو مستنين حضرتك. محمود العريان سواق في هيئه النقل العام. نقول يا محمود انتوا عاملين خيمه هنا ورا؟ احنا بيتين وهنفضل بيتين لغايه لما يجينا حد. اعتصام مفتوح وبيض في قلب جراشات هنا. طب مش تقبلوا تحرير؟ لا، وبعد كده هنطلع على مجلس الشعب ومجلس الوزراء. تحرير محمود سواق في هيئه النقل العام. طب دلوقتي يا محمد بالكلام دلوقتي بدل 100 خليهم 60، بدل 100 خليهم لا سيادتك، هو الهيئه كلها وقفوا عامله اعتصام عشان خاطر برضو احنا ناس غلابه، احنا بنقبض 450 جنيه و600 جنيه، في غيرنا بيقبض 3000 و5000 و6000، احنا برضو عايزين ناكل عيالنا زي ما هم عايزين ياكلوا عيالهم. حسن سواق بفرع امبابي. انا عايزك بقى تحكي لي الخيمه. يعني الخيمه دي ليه هنا؟ يعني الخيمه دي العمال معتصمه فيها كويس على اساس تلبيه مطالبنا. ده هنا وبكره ولا وبكره ان شاء الله الذهاب لمجلس الشعب كويس لحين البت في الموضوع في مجلس الشعب ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. تعرف احمد سواق بفرع امبابي. طب نقول انتوا ابتديتوا الاعتصام هنا يعني ده غير بكره؟ ما احنا ان شاء الله بنمهد لبكره ان شاء الله. باذن الله احنا بدانا في النهارده لبكره ان شاء الله لحد ما نتحقق كل مطالبنا ان شاء الله باذن الله. تعرف ايه؟ سامحك بقى ميكانيكي. نقول برضو الاصرار على المطالب هو يعني مش هيحصل اي تنازل عن اي حاجه. البدايه بوزاره النقل والمواصلات. ومكافاه وبعد كده المفاوضات على المكافاه والكلام ده، بس اهم حاجه عندنا انضم الوزاره عشان انضم الوزاره. انا الجيش الجهه الاشرافيه، احنا عايزين مسؤول عننا. ال 100 شهر اللي انتم طالبين بيهم متمسكين بيهم ولا ممكن؟ اهم حاجه عندنا ان احنا نلاقي حد نتكلم معاه زي الوزاره، لكن المحافظه لا مش هينفع عشان مش عايزين جهه اشرافيه، عايزين جهه نعرف نسالها وتسالنا.